أهلا وسهلا بكم مرة تانية. ما زلنا في هذه التغطية الحية والمتواصلة لأهم التطورات الجارية في مصر، ولعل أبرز هذه التطورات مشاركة مصر في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بيمثلنا في وفد مصر على رأس الوفد السيد نبيل فهمي وزير الخارجية، ألقى كلمته بالأمس، واستمعنا أيضا لكلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وجزء منها تعلق بالشأن المصري، وكانت أيضا كلمة لافتة. سنحلل هذه الكلمة ونقيم مشاركة مصر في أعمال هذه الدورة وأصداء مشاركة مصر على مندوبي الدول الأخرى ووزراء الخارجية المشاركين في هذه الجمعية، من خلال هذا النقاش اللي بنستضيف فيه في الاستوديو الدكتور سعيد اللويندي، الخبير في مجال العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور محمد. وأيضا يشرفنا عبر الأقمار الصناعية السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، سوف نبدأ معه اللقاء بعد لحظات إن شاء الله. دكتور سعيد، بداية كيف تقيم مشاركة مصر في أعمال هذه الدورة؟ يعني اولا انا لن اتكلم معك باللغه الخشبيه كما يسمونها باللغه الفرنسيه، ويقصدون منها يعني اللغه الدبلوماسيه. يعني انا اعتقد ان الامم المتحده في زمن الهيمنه الامريكيه تعيش ازمه حقيقيه، وبالتالي لا حديث اطلاقا عن مجلس الامن او الجمعيه العامه، لان الجمعيه العامه يعني لا تصدر قرارات وانما توصيات، والتوصيات تؤخذ بها او لا يؤخذ بها. الشيء الثاني ان الجمعيه العامه التي تحضرها جميع الدول الاعضاء في الامم المتحده شعارها كالاتي: ارفع صوتك عاليا ثم دع كل الاشياء تمر. إذن لا قيمه للامم المتحده اجمالا بصرف النظر عن اي شيء اخر، الا ان مثلا مجلس الامن او الامم المتحده صدر منها 60 قرار لصالح القضيه الفلسطينيه لم ينفذ منها قرار واحد. إذن الامم المتحده لا قيمة لها. البعض الآخر، كنت في الجامعة ودرس الطلبة وكنت أطلب منهم عمل بحث عن الأمم المتحدة، فاكتشفت أن بعض الطلبة كتبوا الأمم المتحدة الأمريكية وكأنها الولايات المتحدة الأمريكية. لا لا، يعني دقيقة، لا يعرفون قيمة الفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية. بس هي زالت لسان قد تكون دقيقة في نظر البعض، هي دقيقة فعلا نظرا لتأثير الولايات المتحدة عليها. اكتشفت أنه فيه كاتب سويسري كتب كتاب اسمه الأمم المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الأمم المتحدة ليست لقاعة كبيرة تعلن فيها القرارات المأخوذة سلفا في البطلاب. ما احنا مشغولين بها ليه يا دكتور؟ وبالتالي نعيد ونزيد ونكرر إلى آخر أم المتحدة، لكن لا قيمة لها. القيمة الوحيدة هي ما حدث مع سفير نبيل فهمي، أنه فرصة ليلتقي بعدد كبير جدا من وزراء الخارجية، توضيح وجهات النظر الدول وتبادل وجهات النظر والخبرات إلى آخره. أعتقد هذه هي الميزة الوحيدة فقط. لكن أنا لا أعول كثيرا لا على الجمعية العامة ولا على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لآخره، لأنها يعني ليست إلا قاعة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تأتمر أمرها منذ زمن طويل. دكتور، ألم يلفت نظرك عدم مشاركة المستشار عدلي منصور كرئيس للجمهورية؟ عادة الرؤساء بيحرصوا على التواجد في مثل هذه المناسبات، وقيل بالفعل أنه هو سيشارك، وربما في الأيام الأخيرة قبل الزيارة أعلن عن عدم مشاركته وتفويض السيد نبيل فهمي. يعني أرجو أن تعتقد أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور يعرف جيدا أنه رئيس مؤقت، كذلك الحكومة حكومة مؤقتة، وبالتالي لها مهام معينة. أنا أعتقد أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور يولي اهتمام بالقضايا العاجلة، أما القضايا التي يمكن أن يلف فيها رئيس وزير خارجية أو رئيس وزارة أعتقد أنه يمكن أن يفعل ذلك ولا ضرر ولا ضرار، بمعنى أنه في هذه الحالة لا يعني لا يمكن أن نقول أنه لا يقوم بدوره إلى آخره، بالعكس هو يقوم بدوره كاملا، لكنه يفهم جيدا هذا الدور يتعلق بالمشاكل الآنية. لكن ليس صحيحا يا دكتور أنه ما نشر في الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام الإلكترونية أنه عدم مشاركة المستشار عدلي منصور في هذه الجمعية ناجم عن وصول معلومات عن تأثير ما سمي على موقع الأهرام باللوبي الإخواني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأثيرهم على المندوبين والوزراء، وإن هو علم أو علمت مصادر إنه سوف يتعرض لإهانة كما قيل في الموقع.
يعني لا أستطيع أن أثبت هذا الأمر، لكن ده نشر في قد يكون طبعا سبب من أسباب أخرى. لكن الأهم في رأيي أنه أبدى أولوية للمشاكل العاجلة والآنية لمصر فيما يتعلق بالتنمية، فيما يتعلق بالدستور، فيما يتعلق بصراحة البعض جداً. وصف مصطلح اللوبي الإخواني في الأمم المتحدة بالسذاجة الحقيقة، فلذلك أنا يعني اتعمدت أنه أنا أذكر هذه المعلومة، لأنه حضرتك برضو مهم أنه يعني تراجع مثل هذه يعني المعلومة. أنا لا أندهش تماما طبعا لا أندهش تماما، لكن هو مسألة لافتة لا أندهش تماما من هذا الأمر، لكن المستشار عبد المنصور يعني رأى أن يلتقي بأبناء مصر وأبناء سيناء أفضل ألف مرة من يلتقي برؤساء حكومات ووزراء ورؤساء دول يمكن أن يلتقي بهم بشكل أو بآخر وزير الخارجية نبيل فهد. طيب بهذه النظرة الناقدة، كيف استمعت لكلمة أوباما بالأمس؟ استمعت إليها أنها هناك مجموعة تغييرات حدثت موقف الأمريكي، أعتقد أنه يعني الرئيس أوباما أعاد نظر تماما فيما كان يقوله، على الأقل يترك مساحة لوسائل إعلام مقروءة مسموعة مرئية لكي تقول عن ما يحدث في مصر أنه انقلابا. يعني لم يعلق بشيء، لكن عندما يقول أن ما حدث هو ثورة وأنه على علاقة جيدة بالحكومة الانتقالية وأن له تحفظات، لكن تجب بشكل أو بآخر خريطة المستقبل التي دعاها الشعب المصري. ثم ان الشعب المصري لا تنسى دكتور محمد انه لقن اوباما وغيره درسا كبيرا عندما خرج بالملايين في الشوارع والميادين ليؤكد انه مع انتخابات رئاسية مبكرة وانه احدث بشكل او باخر انقلابا شعبيا. هو الذي الشعب المصري لقن أمريكا درسا، وبالتالي أوباما غير موقفه من مصر، غير موقفه حتى من سوريا، كان قبل أسبوعين يتحدث عن تجيش وقوة عسكرية أمريكية إلى آخره، فإذا بيتحدث بعد أسبوعين فقط عن إمكانية الحل السياسي. هي دي ميزة ولا عيب يا دكتور؟ يعني أن يكون الرئيس مرن، أن يكون المسؤول أن يكون مرنا، لكن لم نكن نتوقع أنه بهذه السرعة، لأنه قبل أسبوعين كان يتكلم عن تعبئة وتجيش ضد سوريا. هنا أصبح متردد. لا يعني البعض يفسر هذا بالتردد، لكن أنا أفسره بأنه يعني دبلوماسية واقعية. عندما يفتح عينيه عما يحدث في مصر وما يحدث في سوريا وحتى إيران، كان يتحدث قبلا عن أن هناك أسلحة دمار شامل وأنها تحاول أن تمتلك سلاح نووي إلى آخره، فجأة يقول أن من حقها كدولة حرة مستقلة ذات سيادة أن تملك سلميا الطاقة النووية. إذن هنا تغيير حدث في السياسة الخارجية هو الأمريكية. بما أنه حضرتك استمعت بدقة لكلمة أوباما، هو استنكر في كلمته اتهام الولايات المتحدة بتأييد الإخوان، وفي نفس الوقت اتهمها بما أسماه هندسة الانقلاب الذي أطاح بها من السلطة. في رأي حضرتك يعني كيف نفهم هذه العبارة؟ يعني هو بيقول انه ولا كده عاجب ولا كده عاجب، او احنا اتهمنا بده واتهمنا ان احنا بنأيد الاخوان واتهمنا بمساعده في الانقلاب عليهم، كان في اتهام يعني احنا ظالمينهم. كان في اتهام لامريكا بانها تقف مع الاخوان، واتهام من جانب الاخوان، وانت تعرف شعارهم انهم يقفون مع النظام الحالي او الانقلابي كما يسمونه الاخوان. لكن الولايات المتحده الامريكيه كما تعلم دكتور محمد يعني مثل سائر الدول، يعني الشعار هو مصالح الولايات المتحده الامريكيه، انه لا صداقات دائمة ولا عدو دائمة، فقط المصالح هي دائمة، وبالتالي هو يبحث عن مصالحه. حتى أوباما نفسه في خطابه أكد هذا عدة مرات، أنه يعني مثلا وثلاث ورباع أكد أنه يبحث عن مصالح الشعب الأمريكي، وبالتالي يعني عندما يقول هناك انقلاب إخواني أو لوبي إخواني إلى آخره، صحيح هناك محاولات لهذا لإحراج النظام المصري كما كان يحدث قبلا حتى في زمن الرئيس المخلوع مبارك، كان هناك الإقباط كما يقال يعني، لكن اليوم اعتقد ان امريكا تبحث عن مصالح بشكل جيد جدا. يعني لا تنسى ان امريكا تفهم منذ اللحظه الاولى ان ما حدث في مصر هو ثوره. يعني بدليل ان امريكا تعرف كل شيء، ان مثلا طه حسين عندما ذهب ليحصل على الدكتوراه من باريس، لماذا من باريس؟ لانهم يعرفون الاسلام جيدا اكثر من الازهر الشريف مثلا. اذا هناك يعني ذهب لياخذ دكتوراه من دوله تعرف جيدا ماذا يحدث في مصر عبر التاريخ فيما يتعلق بالدراسات الاسلاميه. اذا غير صحيح ان امريكا لم تفهم جيدا ان هناك شعب وان هناك ملايين ما تشوف الشوارع والميادين واكدوا حقهم في التغيير
الخير إلى آخره، وأن هناك ثورة. لكنه عندما يقول هذا على منبر الأمم المتحدة، يعني المنظمة الأممية العالمية، وحضور أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة ووزير خارجية، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن ندرك أن أمريكا جديدة. أمريكا تفتح عينها بشكل واضح تماما وتسمي الأشياء بمسماتها، انطلاقا من أو رغبة في أن مصالحها مع الحكومة الانتقالية المصرية تسير كما كانت تسير قبلا، وهذا ما أكده أوباما عدة مرات في خطاب. طيب، أيضا في إطار استماعي بتمعن الحقيقة لكلمة أوباما بالأمس، اقتطفت منه برضو عبارة أخرى استوقفتني. هو بيقول أنه الخطر بالنسبة للآخرين لم يعد فيه تدخل أو إمبريالية الولايات المتحدة، ولكن الخطر، نعم الخطر، هو قالها كده، هو أن الولايات المتحدة التي أنهكتها الحرب قد فكت هذا الارتباط وتركت فراغا في الشؤون العالمية من شأنه أن يملأ من قبل آخرين. زي ممكن نفهم هذه العبارة؟ يعني أنا أعتقد أنه يشير بشكل أو بآخر إلى أننا نعيش دكتور محمد اليوم أجواء حرب بردة جديدة بين العملاقين. صحيح أنه لا يوجد الاتحاد السوفيتي، لكن توجد روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي. إذا نحن نعيش بشكل أو بآخر، خصوصا لابد مرة في اعتبار المشكلة الأزمة السورية، لأن هناك بين مؤتمر العشرين أو قمة العشرين إلى آخره، معنى ذلك لم يظهر فيه إطلاقا سوى شيء، بوتين من ناحية وأوباما من ناحية أخرى، هم قالوا أقوالا ضد بعضهم البعض. وحتى الآن فيما يتعلق بالأزمة سوريا، وحتى لكي تحفظ أمريكا ما وكاه، أعتقد أن المبادرة الروسية جاءت. إذن هو يريد أن يقول نخلع يدنا رجلنا من مكان تضع روسيا قدمها في هذا المكان. وكأننا عشنا أجواء حرب باردة جديدة بين العملاقين، روسيا من ناحية وأمريكا من ناحية. سوف نأتي أيضا على اللقاءات اللي تمت في أو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بين السيد نبيل فهمي وزير الخارجية وعدد من الوزراء والنظراء، سواء من روسيا أو الصين أو أمريكا. لكن هو أيضا كان له لقاء مهم جدا، شارك في اجتماع لجنة اتصال منظمة التعاون الإسلامي. هذا الاجتماع خاص بالصومال، أو هذه اللجنة تبحث شؤون الصومال وتطورات الأزمة الصومالية. في نفس الوقت أيضا تحدث مع الصين بصفتها عضو دائم في الأمم في مجلس الأمن، عن أهمية تمثيل أفريقيا بممثل دائم أيضا، لأنه أفريقيا لها دورها. هكذا تحدث يعني عن أفريقيا ودافع عن حق أفريقيا في التمثيل المناسب في مجلس الأمن، هكذا أسماه. احنا عارفين انه مصر ما زالت حتى الان عضويتها معلقه في الاتحاد الافريقي، ربما ده يحسب لوزير الخارجيه المصري ان هو بيبحث في ملفات لصالح افريقيا، على الرغم من انه عضويتنا معلقه، ده بيثبت انه مسؤوليتنا تجاه القاره السوداء اكبر من مجرد عضويه في الاتحاد. بما انه احنا فتحنا هذا الملف، فاحنا عندنا تطور مهم جدا في السودان، في احتجاجات دائره هناك. صحيح. الضحايا هذه الاحتجاجات ارتفع وفقا لهذا الخبر العاجل الى 3 قتلى أثناء فض الشرطة للمظاهرات. وكالة أنباء الأناضول، يعني أنا عارف طبعا البعض قد يتحسس من اسم الوكالة، لكن الخبر بيقول قال شاهد عيان إن طالبا قتل إثر إطلاق الرصاص عليه أثناء فض الشرطة لاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في مدينة أم درمان وسط السودان، مما يرفع عدد قتلى تلك الاحتجاجات إلى 3. وأضاف الشاهد أن جاره الطالب الجامعي عمر محمد الخضر لقي حتفه مساء أثناء الاحتجاجات الليلية. احنا عندنا طبعا صور من هذه الاحتجاجات هنعرضها دلوقتي، لكن عايز اسمع تعليق حضرتك ايه على هذا التطور في السودان. يعني انا اعتقد انه ما يسمى بالربيع العربي، مثلما بدا في تونس وانتقل الى مصر ثم ليبيا، او ليبيا قبل مصر ثم اليوم في سوريا، مع تلكن ما او بطء ما، سوف ينتقل شأم اباء الاخرون الى السودان. واعتقد ان قطيع كبير من يعني الشارع السوداني ضد النظام الحالي، ليس لانه ضد النظام الحالي، ولكن لانه مع الديمقراطيه، والديمقراطيه ابدا في العالم كله لا تسمح لبقاء إنسان أكثر من 20 عاما 30 عاما وكانه ملك،
نحن عدنا بشكل أو آخر اللي يعني ليست جمهورية سودانية، ولكن المملكة السودانية في هذه الحالة أعتقد اضطرابات متوقعة في السودان اليوم غدا وبعد غد. على كل حال نجحنا الآن في التواصل مع السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية عبر الأقمار الصناعية من نيويورك. أهلا وسهلا بيك دكتور بدر. أهلا بحضرتك. بداية، هل الدبلوماسية المصرية راضية عن مشاركتها في أعمال الدورة 68 من الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ يعني أستطيع أن أقول أن المشاركة المصرية في منتهى الفاعلية، نحن نتواصل مع الجميع. وزير الخارجية التقى بعدد كبير من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، أيضا شارك في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية، التقى مع عدد من قادة الرأي في الولايات المتحدة مثل هنري كيسنجر وبرنت سكوكروفت مستشار الأمن القومي الأسبق. أيضا أجرى وزير الخارجية العديد من المقابلات الإعلامية مع شبكات التلفزيون والصحف الأمريكية. هناك تواصل مع الجميع ونعمل على شرح حقائق الأمور. أيضا نقوم بحشد التأييد والدعم السياسي والاقتصادي إلى الثورة المصرية. وهناك العديد من الدول التي أبلغت وزير الخارجية بتخفيض درجات التحذير على سفر رعاياها إلى مصر، مثل اليابان وألمانيا، وهناك أيضا هولندا وبلجيكا وجمهورية التشيك، مما يفتح المجال أمام عودة السياحة الوافدة إلى مصر وخاصة في منطقة البحر الأحمر. نعم. طيب دكتور بدر، كيف استقبلتم كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالأمس وخاصة فيما يتعلق بمصر؟ يعني استقبلناها بقدر من الشعور والرؤية الإيجابية لما تضمنته من بعض العناصر، خاصة فيما ذكره الرئيس أوباما بأن الحكومة الحالية هي انعكاس وتجسيد لإرادة الشعب المصري، وأن الرئيس السابق أخفق في الاستجابة لتطلعات الشعب المصري، وخاصة فيما يتعلق ببناء حكومة غير إقصائية. وأيضا تأكيده على أن الولايات المتحدة عليها أن تحترم إرادة الشعوب. وهناك أيضا بعض النقاط غير التي يمكن القول أنها لا تعكس حقيقة الأمور، مثل فرض حالة الطوارئ. وشرحنا الجانب الأمريكي أكثر من مرة أن فرض حالة الطوارئ جاء نتيجة لأعمال الإرهاب وأعمال العنف الذي تشهدها البلاد. وأستطيع أن أقول أيضا أن وزير الخارجية كان قد أجرى اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، كان هناك لقاء بينهما يوم الأحد الماضي، ثم أكثر من اتصال قبل إلقاء الرئيس أوباما لكلمته. كما أن وزير الخارجية التقى بالرئيس أوباما على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه أوباما لرؤساء الوفود، وتحدث معه عن العلاقات الثنائية، عن حقيقة الأمور في مصر، عن مضمون كلمة أو بيان أوباما أمام الجمعية العامة. طيب في نفس الإطار برضو دكتور بدر، كان للسيد نبيل فهمي وزير الخارجية لقاء بأعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي. أولا، إيه أهمية هذا المجلس في دائرة صنع القرار الأمريكي؟ هذا المركز أو معهد مجلس العلاقات الخارجية هو أحد مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة، هو على صلة وثيقة بهذه المؤسسات، ومن ثم يضم في عضويته مجموعة متميزة جدا من السياسيين السابقين، من قادة الفكر والرأي، من المؤثرين في عملية صنع القرار في الإدارة الأمريكية الحالية. ومن ثم كان من المطلوب التعاطي معهم، إجراء حوار ونقاش معهم يغلب عليه طبع المصارحة، لنقل ما يحدث في مصر ونقل حقائق الأمور،
وتأكيد أن هناك ثورة شعبية وأن مصر ماضية في طريقها في تنفيذ خريطة الطريق، وأنه لا يوجد أي معتقل سياسي كما يشيع البعض، وإنما الجميع من ألقي القبض عليهم تم في إطار القانون وبناء على أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة. هذه مثل هذه اللقاءات هامة جدا لتوضيح الصورة، لأن للأسف الشديد غالبية قادة الفكر والرأي هنا في الولايات المتحدة يحصلون على معلوماتهم من وسائل الإعلام الأجنبية، والتي غالبا لا تكون دقيقة، ومن ثم فإن الاتصال المباشر معهم واللقاءات المستمرة معهم يسهم في توضيح الحقائق وشرح حقيقة الأمور. عظيم. طيب دكتور بدر، أيضا على هامش اللقاءات اللي أجراها سيد نبيل فهمي وزير الخارجية مع نظرائه من دول مختلفة زي ما حضرتك أشرت، كان في لقاء مع وزير خارجية الصين. احنا عارفين طبعا أنه الرئيس المعزول محمد مرسي زار الصين في أغسطس 2012، وكان معاه مجموعة من رجال الأعمال، وقعوا اتفاقيات مع الصين بإجمالي تقريبا 6 مليار دولار. كيف تنظر الصين للأوضاع في مصر الآن؟ وزير خارجية الصين نقل موقف بلاده لوزير الخارجية نبيل فهمي، والذي يتسم بالوضوح التام بالانحياز الكامل لإرادة الشعب المصري، بالدعم الكامل للحكومة الانتقالية في مصر، وتوفير كل الإمكانيات الاقتصادية والفنية والتجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية الصيني تحدث عن عزم بلاده المضي قدما في تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية الصينية في شمال غرب قناة السويس، كما أيضا تحدث الوزير الصيني عن حرصهم على تخفيض درجة التحذير لسفر المواطنين الصينيين إلى مصر، وخاصة إلى منطقة البحر الأحمر. أيضا تحدث الوزير الصيني عن رغبة بلاده في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية مع مصر، واستجاب للدعوة التي وجهها له الوزير نبيل فهمي لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن. طيب قبل أن يعني أطوي صفحة مشاركة مصر في أعمال هذه الجمعية العامة، أنا بيشرفني طبعا في الاستوديو الدكتور سعيد اللويندي الخبير في مجال العلاقات الدولية، وكانت له وجهة نظر الحقيقة في مشاركة مصر وحرصها على المشاركة في الأمم المتحدة، لأنه الأمم المتحدة من وجهة نظره غير مؤثرة بهذا القدر الكافي. تفضل دكتور سعيد. دكتور بدر، أنا سعيد جدا بلقائك في هذا يعني في القناة سي بي سي إلى آخره، لكن أعتقد أنا مؤمن تماما بأنه سفير نبيل فهمي على حق في أن يكون موجودا وليس غائبا، لكن الأمم المتحدة أو الجمعية العامة تحديدا تصدر توصيات ولا تصدر قرارات، وبالتالي هذه التوصيات قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها. يعني أهم ما في هذه الزيارة هي لقاءات عديدة التي ذكرتها الخاصة بالسفير نبيل فهمي الذي التقى بذاك وهذا ووزراء الخارجية ورؤساء الوفود وتبادل معهم وجهات النظر. أما أكثر من هذا فلا قيمة للأمم المتحدة على الإطلاق، لأنها ليست إلا قاعة كبيرة تعلن فيها القرارات المأخوذة سلفا في البيت الأبيض. ما هو رأيك في هذا بغض النظر عن ما يسمى باللغة الفرنسية اللغة الخشبية ويقصدون بها اللغة الدبلوماسية؟ شكرا يا دكتور. يعني بتفق مع حضرتك طبعا ان في هناك مآخذ كثيرة على منظومة الأمم المتحدة، ولكن يجب ان ندرك عدة حقائق أساسية. اولها ان مصر طرف رئيسي ودولة مؤسسة في للأمم المتحدة، شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو في عام 44 وساهمت في كتابة ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فإن مشاركتنا أمر مطلوب وأمر مفروغ منه. هذه واحدة. أما الثانية فإن مشاركة مصر بعد ثورة 30 يناير هو تجسيد لاعتراف المجتمع الدولي وتكريس هذا الاعتراف بالثورة وبالحكومة الانتقالية القائمة. أما ثالث الأمور فأن طبعا الأمم المتحدة واجتماعات الدورة العادية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة هي تمثل أكبر محفل عالمي
تشهده تاريخ البشرية. هناك أكثر من 200 دولة يشاركون في هذا المحفل، ومن ثم فمن المهم جدا المشاركة للتواصل مع رؤساء الوفود، مقابلة رؤساء الدول والحكومات، مقابلة وزراء الخارجية، حضور العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية. زي مثلا وزير الخارجية شارك حتى الآن في لقاءات خاصة بالجامعة العربية، بمنظمة التعاون الإسلامي، بمنظمة عدم الانحياز، بالقمة لأول مرة تعقد لتحقيق التنمية المستدامة في العالم النامي. أيضا هناك مشاركة شبابية في الوفد المصري من شباب الثورة، فحينما يحضروا هنا ويخاطبوا من منبر الأمم المتحدة العالم، فهم ينقلون أيضا صوت الشعب المصري وليس فقط صوت الحكومة المصرية. وزير الخارجية يجري حوالي 40 مقابلة مع رؤساء الدول ورؤساء الوفود ووزراء الخارجية، وهذا أمر لا يتأثر، يعني صعب جدا أنه هو يزور الدول كلها دي في أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة. فمجرد أن احنا نتواجد هنا في يومين، يلتقي كل يوم بأكثر من 12 ل15 رئيس وفد ووزير خارجية، دي أمور مهمة جدا. النقطة الأخيرة فهي أن مصر تعود لتبوأ دورها الدولي. مصر في الكلمة التي سيلقيها وزير الخارجية يوم السبت القادم ستطلق مبادرات محددة للتأكيد على ديمقراطية المنظومة الدولية، وأهمية توسيع مجلس الأمن، أهمية أن يكون لإفريقيا مقعدين إضافيين في مجلس الأمن، وهذا أمر ضروري جدا. ومصر طبعا لها مصلحة أساسية في أن يكون لها نصيب في توسيع مجلس الأمن على القارة الإفريقية بحكم موقعها الإقليمي ومكانتها الإفريقية، ومن ثم هذا التواجد مهم جدا. يعني دكتور نبيل اسمحني هنا، يعني اسمحني بالمقاطعة هنا، يعني هل مصر حريصة على الحديث باسم القارة السمراء وما زالت عضويتها مجمدة في الاتحاد الأفريقي؟ من أي منطلق يعني اتخذتم هذه المبادرة؟ أولا عضوية مصر ليست مجمدة في الاتحاد الأفريقي، هي مجرد تعليق للمشاركة في الأنشطة وليس العضوية. لا يجرؤ أحد على تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي باعتبارنا دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي. ثم أنها مسألة عابرة ومسألة طارئة، ويتم التعامل معها بكل حنكة وحزم في آن واحد، ونحن على ثقة تامة أن مصر ستعود لأداء دورها الطبيعي. ومصر شاركت في العديد من الفعاليات الأفريقية، هنا في اجتماع الفرنكوفونية، في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، هناك مشاركة مصرية فعالة. وأخيرا أستطيع أن أقول أن هناك مجلس الأمن طبعا له قرارات ملزمة، ومن ثم فإن الحصول على عضوية مجلس الأمن مسألة في منتهى الأهمية، هو الجهاز الوحيد المنوط به حفظ السلم والأمن طبعاً في الأمم المتحدة، والوحيد الذي يستطيع إصدار قرارات ملزمة. نعم. طب دكتور بدر، يعني إذا يعني طوينا مؤقتا بس ملف زيارة مصر أو مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتأكيد أنتم في الولايات المتحدة الأمريكية الآن وتتلمسون الأجواء، هناك اتجاهات في الكونغرس كما تقول بعض وكالات الأنباء لتقليص المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة لمصر، إيه حقيقة هذا الأمر؟ يعني هذه أمور كلها لا تخرج عن إطار التكهنات الإعلامية، ليس هناك حقائق في هذا الشأن. لم نبلغ بشكل رسمي بأي تقليص أو تأجيل للمساعدات سواء كانت الاقتصادية أو العسكرية. وزير الخارجية أجرى اتصالات مكثفة مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، وأيضا مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب. أيضا أجرى اتصال هام جدا مع النائبة الجمهورية رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، وهذه اللجنة هي المنوط بها تحديد المساعدات الخارجية لدول العالم ومن بينها مصر، وكانت الاتصالات هامة جدا، وكان هناك تقدير كامل لمصر،
وشرح وزير الخارجية كافة الإجراءات التي اتخذها الحكومة المصرية لفرض النظام والأمن من خلال محاربة الإرهاب، وأيضا في تنفيذ خريطة الطريق، وحتى طيب. يكون لدينا رئيس وبرلمان منتخبين. نعم. طيب دكتور بدر، دكتور بدر معلش اسمح لي مرة أخرى بالمقاطعة هنا لأن الوقت سيداهمنا. كيف تتعامل الدبلوماسية المصرية بورقة الضغط اللي موجودة دلوقتي في الشارع المصري بشأن المعونة؟ عندنا حملات دلوقتي، عندنا حملة اسمها امنع معونة، بتتكلموا عنها ازاي مع أمريكا، وأمريكا بتستقبلها ازاي؟ احنا بنتكلم على مستويين طبعا، المستوى الرسمي وتم نقله بشكل حازم في لقاءات وزير الخارجية مع جون كيري ومع كبار المسؤولين الأمريكيين، بأن مصر لن تقبل على الإطلاق بأي مساس بسيادتها أو باستخدام أداة المساعدات للتأثير على القرار المصري. كما تعلم مصر هي التي بادرت أيضا بمراجعة برنامج المساعدات الأجنبية المقدمة لمصر من كل دول العالم حتى تقرر ما هو نافع لنا وما هو غير نافع، والاستمرار في المساعدات النافعة والتي تتسق مع أولوياتنا ولا تمس بسيادتنا. هذا مستوى. أما المستوى الثاني فهو على المستوى الشعبي، من حق الشعب المصري ومن حق قطاعات واسعة منه أن تطلق ما تشاء من مثل هذه الحملات الهامة، ونحن نوظفها في اتصالاتنا الرسمية للتأكيد بأن هناك غضب شعبي وأن الشعب المصري لن يقبل على الإطلاق بأي مساس بسيادته، وأنه قادر على التخلي على أي مساعدات بها شبهة المساس بالسيادة الوطنية وبالقرار المصري. أنا بشكرك جدا جدا الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية على مشاركتك معانا عبر الأقمار الصناعية من نيويورك. شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق. إذا نشاط دؤوب لفريق وزارة الخارجية المصرية في نيويورك، كيف تقيم بقى كل هذا النشاط دكتور سعيد؟ يعني أنا ما زلت مصمم على أن الأمم المتحدة أو الجامعة العامة بالذات لا قيمة لأي قرارات أو توصيات إن صح التعبير تصدر عنها، فقط أنها أتاحت الفرصة للقاء وزير الخارجية المصري بعدد كبير من رؤساء الوفود الموجودة في نيويورك، وكان صعب جدا أن نلتقي بهم جميعا كما يقول السفير بدر. يعني هناك أكثر من 15 لقاء في اليوم، هذه أمور لم تكن متيسرة بشكل من أشكال. لكني أنا متفق تماما مع كان يقوله ساركوزي عندما يقول الغائب دائما ليس على حق، وبالتالي الغائب ملوش نايب، الغائب ملوش نايب كما نقول نحن في يعني أدبيات تراثية مصرية. لكن بشكل أو بآخر يعني أنا متفق تماما معهم في أن يذهب وزير الخارجية وأن يلتقي، وأن الحسنة الوحيدة التي يمكن أن يوفرها هذا اللقاء للاجتماعات الجمعية العامة 68 في الأمم المتحدة أنها أتاحت الفرصة للقاءات وتبادل وجهات نظر وتوصيل رسائل معينة لبعض الدول إلى آخره. ولقاء مثلا وزير خارجية الصين كان صعب جدا أن تذهب مرة أخرى وأن تكون هناك حوارات بشكل آخر. حصل أعتقد ترتيب جيد جدا للمواعيد للقاءات في هذه الزيارة قصيرة في كل الأحوال. يعني وجهة النظر المصرية وصلت بدون شك. ناهيك عن أننا لا أريد أن أقول أنهم يفهمون جيدا أحداث المصرية ومعناها ومغزاها منذ البداية هناك، لكن فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي أود أن يكون لي تعليق على هذا. الاتحاد الأفريقي منذ ماذا كنا سمعنا أن الاتحاد الأفريقي الذي كان يسمى منظمة الوحدة الأفريقية كان لها دور بشكل أو بآخر، لم تحدث يحدث في مصر ولا في أفريقيا أي دور إطلاقا، وكأنها نيام. أريد أن أقول يجب أن نضخم الصورة، الاتحاد الأفريقي يجمد أو لا يجمد عدوة مصر كما يقول السفير بدر، هذه مسألة تهمنا كثيرا. أنا أعتقد أن أفريقيا كلها، أفريقيا السمراء أو القارة السمراء، يعني معظم هذه الدول تحصل على معونات من الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف في العلاقات الدولية أنه لا توجد معونات مجانا. هناك معونات بأجر يعني صح التعبير، والأجر الأمريكي معروف، وإن تلوي عنق السياسة الخارجية لدولة لكي تسير مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي معظم دول الاتحاد الأفريقي تحصل على معونات، وبالتالي أخذت هذه المبادرة بإعادة من الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بمصر، يعني بإعادة من الولايات المتحدة الأمريكية لتجميد عدوسها أو وقف نشاط إلى آخره. لكن أي نشاط، وهل هناك نشاط معروف عن الاتحاد الأفريقي؟ لا شيء. لماذا نسمي هذا غاليا مع أنه لا يساوي شيء على الإطلاق؟ بما أنه إحنا عدنا مرة أخرى للملف الأفريقي، وكنا نتحدث قبل لقائنا مع الدكتور بدر عبد العاطي حول التطورات الاحتجاجات اللي موجودة في السودان الآن، إحنا كنا سمعنا بعد ثورة 25 يناير عن ثورة
مماثلة سوف تقع في السودان في فبراير 2011 ثم قمعت، يعني اختفت آثارها. الآن نحن أمام احتجاجات غاضبة ضد الحكومة السودانية اعتراضا على قرار بزيادة أسعار المحروقات، وفي عندنا محتجين تعرضوا للقتل خلال هذه الاحتجاجات. هل في اعتقادك ممكن يتطور الأمر إلى ما هو أبعد من هذا؟ سوف تتطور شيء ما بين، لأن هذه طبيعة الأمور. لكن أنا لا أنسى دكتور محمد ما كان قد قاله لي شخصيا الوزير أحمد أبو غيط عندما كان وزير خارجية مصر، قال إنهم يتحدثون عن أن السودان تبقى جنوب السودان والسودان في شمال. أنا لا أعتقد هذا، هناك 20 سودان يتم الإعداد ده منذ الآن. الشرق والغرب أيضا مهددين ودارفور وكارفور فترة طويلة وكردفان إلى آخره. نحن أمام تشظي في السودان لم تفعل حكومة الخرطوم أي شيء على الإطلاق. يعني أعتقد أن يعني البشير دفع ثمن جنوب أفريقيا كي يبقى في كرسي الحكم مدى الحياة، وأعتقد أن الشعب السوداني يجب أن يعود إليه الوعي. تذكر جيدا أن الوعي السوداني لا يختلف كثيرا عن الوعي المصري. يتحدثون بشكل أو بآخر عن مصر والسودان، فاكر ملك فاروق ملك مصر والسودان. إذن السودان، لا أعتقد أن الشعب السوداني يمكن أن يهدأ إلا إذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية، والديمقراطية الحقيقية لا يؤمن بها نظام البشير. احنا شايفين طبعا دلوقتي هذه الصور من احتجاجات المواطنين في السودان ضد ارتفاع أسعار المحروقات، ومعي أيضا للتعليق على هذه الاحتجاجات الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل والسودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور هاني. دكتور هاني رسلان، سامع حضرتك. أهلا وسهلا يا دكتور. تعليق حضرتك إيه على هذه الاحتجاجات في السودان، وهل لديك اعتقاد أنها ممكن تتطور لما هو أبعد من هذا، ممكن تصل لثورة؟ أولا التحية للصديق العزيز الدكتور سعيد. بالنسبة ما يحدث في السودان هو له وجهين في الحقيقة. الوجه الأول أنه حكومة السودان أخطأت أخطاء استراتيجية على مدى فترات طويلة للغاية، وتريد الآن من الشعب السوداني أن يدفع ثمن هذه الأخطاء بعد أن بلغت نسبة الفقر في السودان حوالي 90%، وبعد أن تم تقسيم السودان إلى دولتين، وبعد أن يعني السودان لم يحصل على السلام، فقد الجنوب ولكنه لم يحصل على السلام ولا على التنمية ولا على الاستقرار، وانتشرت الحرب الأهلية في بقاع عديدة. هو واضح طبعا، واضح من البيانات أو المطبوعات اللي وزعها المحتجون ضد الغلاء، ضد ارتفاع الأسعار، ضد ارتفاع أسعار المحروقات على وجه التحديد. أيضا هناك رمزية مهمة جدا لا يمكن أن نغفلها، وهي حرق مقر الحزب الحاكم في الخرطوم. ما الذي يعني ذلك؟ لأنه هذه تتصل بالنقطة الثانية التي كنت أريد إلقاء الضوء عليها، وهي أن النظام بالفعل فقد شرعيته. لأنه أتى بفكرة، يعني النظام الموجود في السودان هو نظام إخوان مسلمين ولكن مع بعض التعديلات الطفيفة هنا أو هناك، وأتى بمشروع اسمه المشروع الحضاري، وهو المسمى السوداني المقابل لمشروع النهضة الذي أتى به الإخوان في مصر. وبعد ربع قرن من الكر والفر، هذه هي النتيجة. سودان ممزق، وكما قال الدكتور سعيد هو مقدم على مزيد من التفكيك ومزيد من التقسيم ومزيد من التجويع ومزيد من القهر ومزيد من الفساد. فهذه تجربة بعد ربع قرن كامل وصلت إلى هذه الحالة التي يكاد فيها الشعب السوداني يفنى والدولة تنهار. بس ألا يمكن أن يعتقد البعض يا دكتور هاني أنه إحنا بنبالغ حينما نقول أن السودان سوف يفنى وإحنا أمام 3 قتلى فقط في هذه الاحتجاجات، طبعا مع كل التقدير لأرواحهم؟ لا، هو الفناء السودان أو انهيار، أنا أقصد بفناء السودان انهيار وتفكك الدولة. وهذا لن يكون نتيجة الاحتجاجات الحالية، ولكن نتيجة الأوضاع السياسية العامة التي كرسها نظام الإنقاذ على مدى ربع قرن، والتي أدت إلى حدوث انتكاسة عميقة في العمليات السياسية الرئيسية في البلاد، والعودة إلى الارتباط بالانتماءات الأولية مثل الجهة والعرق والدين. والعوامل التي أدت إلى انفصال جنوب السودان ما زالت قائمة، وأدت إلى الحرب في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي دارفور، وهذه المناطق مرشحة
لانفصالات أخرى وكذلك في شرق السودان. نعم. مسألة ما يحدث طيب. الآن هو عرض لأمراض كثيرة كرسها هذا النظام في السودان الشقيق. بس أنا زي ما ذكرت لحضرتك ربما قبل لحظات، إحنا أمام ثلاث قتلى في هذه الاحتجاجات، لكن هم قتلوا أثناء فض الشرطة لهذه المظاهرات. برأيك كيف ستتعامل الحكومة السودانية مع هذه الاحتجاجات؟ هل فقط بالقمع؟ هل فقط بفض المظاهرات بالقوة؟ ولا هناك ربما سنشهد محاولات للاحتواء بقرارات مختلفة لتخفيض أسعار المحروقات مرة أخرى مثلا؟ من الناحية الاقتصادية هذا أمر مستحيل، لأنه العجز في الميزانية العامة في السودان تخطى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فهو من الناحية الاقتصادية مستحيل إلا أن تأتيها أموال من الخارج، وقد حاول النظام في الفترة الماضية وفشل. من الناحية السياسية هذا النظام يفتقد المرونة، لأنه دائما يريد أن يتحدث عن الهوية وعن الشريعة وعن إقصاء كل القوى السياسية الأخرى، وبالتالي هو ليس أمامه سوى الحل الأمني والتوغل فيه، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى حدوث كوارث، لأن السقوط غير المنظم للنظام قد يؤدي إلى تفكك ما تبقى من السودان. والأفضل والأوفق لو كان لديهم أدنى حس بالمسؤولية الوطنية أن يتوافقوا مع كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد والمعارضة والتي تقاتل في الأنحاء المختلفة على بناء نظام سياسي جديد وتسليم السلطة بترتيب وبتنظيم والتحول التدريجي نحو نظام جديد. لكن حتى الآن الأخبار الواردة من السودان بتقول العكس، يعني الآن لدينا أنباء عن تأجيل الدراسة حتى إشعار آخر، عندنا أخبار أيضا عن قطع الإنترنت. فهل الحكومة، لأنه إحنا كنا بنقول دائما في أي مظاهرات حينما يبدأ القتل تعرف إنه الحكومة سوف تسقط، فهل هذه المؤشرات صالحة للتطبيق في السودان أيضا؟ ما ذكرته الآن حضرتك هو تطبيق، لأنه لما ذكرته بأن توقعي بأن الحكومة سوف تتجه إلى الإيغال في الحل الأمني، وهذا الحل يعني سيكون صعبا ومريرا سواء على النظام أو على الشعب السوداني، لأن هذا النظام متمترس ولديه ميليشيات والشعب السوداني قواه سياسية متشرذمة، وفي نهاية المطاف سيؤدي هذا إلى تفكك الدولة أو غرق السودان في بحر من الدماء. أنا بشكرك جدا الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل وسودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على هذه الإضاءات والتوضيحات، شكرا جزيلا ليك. يعني لدينا دقيقة واحدة متبقية على أذان المغرب. دكتور، بيقولوا دايما أنه طبيعة السودانيين مش بتاعت ثورة، توافق على هذا؟ يعني أنا أثق تماما في الشعب السوداني وفي أثق تماما في الوعي السياسي السوداني، ولا تنسى أننا في ظروف غير طبيعية، بمعنى أن هناك ربيع عربي عاصفة بالحكم في تونس في مصر، في يعني كانت الدول مركزية لكنها تعرضت بشكل أو بآخر لهذا الشيء، وأعتقد أن ما حدث في هذه الدول يمكن أن يحدث دائما في السودان. طيب، فاصل قصير لرفع أذان المغرب ونعود من بعده لمواصلة هذا النقاش.